السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب خمسة ابتدائي، رجعت لكم تاني مع ليسون 4 من يونت 3 كونكت 5 الترم الأول. أول حاجة هنبدأ بيها الفوكابلري كالعادة، الدرس بعنوان The Elves and the Showmaker، يعني الجنيات الصغيرة وصانع الأحذية. كلمة Elves معناها أقزام أو جنيات صغيرة، جمع كلمة إيه؟ Elf. Elf اللي هو جني صغير، اللي هو زي تنة ورنة كده، ده اسمه إيه؟ Elf. جمعها Elves. 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 أمين أو مخلص Honest. Honest. ال H دي مش هتتنطق. Silent. أقول إيه؟ Honest. 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 طيب أو عطوف Kind. Kind. متعب Tired. 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 وخلي بالكو دي Tired. دي tried، الماضي من try، لان كل ما اقول لحد دي اسمها ايه يقول لي tried، يا عم دي tired مش tried، يجي يسمعها يقوم كاتب لي tried مكان tired. خلي بالك دي tired معناها متعب او مرهق، امال دي tried الماضي من try يعني حاول، tried يعني حاول في الماضي. ملائم او مثالي perfect 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 perfect. جلد ليزر، بس خلي بالك ليزر اللي هو الجلد المدبوغ، يعني الجلد الجاهز للتصنيع ده بنسميه ليزر، امال جلد الانسان او الحيوان الكائن الحي بنسميه سكن، سكن اس كي اي ان. جلد بقى اللي هو جاهز للتصنيع اسمه ليزر، ليزر، ليزر. صانع احذيه شو ميكر، شو ميكر، شو ميكر. فقير يعني بور، بور. سعيد هابي، هابي، هابي. جميل beautiful beautiful، لو انطق امريكان اقول beautiful 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 beauty beautiful، امال بريتش فول beautiful عادي خالص beautiful. لذيذ delicious delicious، مش delicious مش us، اقول ايه delicious delicious delicious. صغير او قليل little little، ممكن انطق امريكان برضه اقول ايه little little، هو دايما امريكا كده بيحبوا ينطقوا تي دي، امال لو قلت little عادي خالص ما فيهاش اي حاجه little. زوجة wife wife، وخلي بالك أي حاجة آخرها اف زي كلمة elf أو اف اي زي كلمة wife، لما أجي أجمعها بشيل الاف أو الاف اي دي وأحط مكانها في اي اس، يعني جمع كلمة wife wives wives، جمع كلمة elf قلنا إيه elves. نقود أو فلوس money money. workshop اللي هي الورشة workshop workshop. وجبة meal، وجبة زي وجبة الغداء الفطار العشاء الحاجة دي اسمها إيه meal. الليلة tonight، ليلة يعني night، الليلة بقى النهاردة بالليل يعني أو الليلة دي اسمها tonight tonight. بسرعة quickly جاي من quick، quick يعني سريع، quickly يعني بسرعة، quick سريع quickly بسرعة. الفرق بين الاتنين quick صفة بوصف بها اسم، quickly ده حال بوصف بيه فعل معين، يعني أقول لك he is quick هو سريع، he runs quickly يعني هو بيجري بسرعة. طيب kind يعني طيب او عطوف، kindness العطف او الطيبه نفسها، ده الاسم kind دي الصفه، اقول لك he is kind يبقى he has kindness، هو طيب يبقى he has kindness عنده طيبه او عطف. amazed يعني مندهش، جايه برضه من amaze يعني يدهش، amazed مندهش، amazing مدهش، انا بوصف حاجه ان هي مدهشه اقول ايه مثلا the film is amazing، الفيلم ده amazing مدهش او رائع، يبقى انا ايه I am amazed انا مندهش من الفيلم ده. طيب believe يصدق، believe الماضي believed believe believed. try يقيس او بس try مش try بس try on، try on يعني يقيس، try لوحدها يعني يجرب او يحاول، امال try on هي اللي يقيس، الماضي tried on يعني جرب او قاس حاجه. dance يرقص الماضي بتاع danced danced danced، تنطق تي عشان قبلها صوت السه ده الاي دي اللي لما بتيجي بعده بتنطق ايه تي. cut يقطع الماضي cut زي ما هي، say يقول الماضي said said. leave يترك او يغادر الماضي left left. يختبئ hide الماضي head hide head. work hard يعني يعمل بجد او باجتهاد. pair of يعني زوج من، خلي بالك a pair of shoes يعني جزمة واحدة اللي هي فرديتين يعني، طب لو قلت two pairs of shoes يعني جزمتين اللي هو اربع فرد، فالحاجات اللي هي بتبقى كون من فرديتين دي اقول لك a pair of يعني زوج من يعني حاجه واحده، يعني شراب مثلا اقول لك ايه الشراب يبقى فرديتين، فلو قلت sock معناه فرده شراب، طب عايز اقول شراب بقى اقول ايه a pair of socks اللي هو ايه فرده منه فرده شمال، يعني a pair of يعني زوج من. cut out يعني يقطع على شكل، cut لوحدها هيقطع يعني مثلا ايه cut this paper اقطع الورقه دي كده cut،
امال cut out a heart مثلا او cut out اي حاجه، انك تقطع حاجه على شكل حاجه. يعني مثلا I will cut out a heart in this paper، يعني هقطع شكل قلب. I will cut out a circle، هقطع على شكل دايره. cut الواحده يقطع، يمزق يعني، يقطع حاجه. go to bed يذهب للنوم او يدخل على السرير، انا داخل ينام يعني. go to bed for the night يعني لمدة ليلة. sit down يعني يجلس. sit down لما اجي انطقها بعمل حاجة اسمها ادغام او دمج كده، فاقول ايه sit down sit down sit down. all over the land يعني من كل حتة في الارض او من شتى بقاع الارض. walk into يعني يدخل الى. try on اللي هي يقيس او يجرب، اللي حاسس ان انا بقف فوق دي، مش قلنا ايه دي مش try بس، دي try on يعني يقيس. find out يعني يكتشف، بتساوي ايه بقى اللي خدناه قبل كده برضه معناه يكتشف. discover discover يعني يكتشف، بتساوي find out. once upon a time يعني اللي هو ذات مرة او في يوم من الايام، اللي هو ايه بقى بالبلدي بتاعنا كده، كان يا مكان يا سادة يا كرام. يعني كان يا مكان دي بقى ليه ايه، once upon a time once upon a time. طيب هنا بقول لك ايه، I bought a pair of shoes yesterday. طبعا ايه a pair of shoes a pair of shoes. my mom made us a nice a for lunch. طبعا a nice meal وجبة كويس عشان نتغدى بيها. he has no money. he is very طبعا ايه very poor فقير جدا. make us shoes مين اللي بيعملنا الشوز، طبعا مين ال show maker. طيب القصة بتاعتنا بقى the elves and the show maker، الأقزام مصانع الأحذية أو العفاريت الصغيرة. أقول لك once upon a time كان يا مكان a kind and honest show maker lived in town with his wife. كان في صانع أحذية طيب وأمين عايش في مدينة صغيرة مع مراته. they were very poor كانوا فقراء جدا. but they were happy ولكن كانوا عايشين في سعادة. the show maker worked hard يعني كان شغال بجد، كان بيجتهد جدا في شغله. but he had no money بس ما كانش معاه فلوس. one night وفي ليلة من الليالي the show maker was in his workshop كان قاعد في ورشته. oh dear يا نهار أبيض، I have only got enough leather for one more pair of shoes. أنا كل الجلد اللي موجود عندي في الورشة يدوب يعمل جزمة واحدة. But I'm too tired to make them tonight. بس أنا هبطان قوي ومش هقدر أعملهم النهاردة. I'll cut the leather now. أنا هقطع الجلد دلوقتي. And make the shoes in the morning. وهعمل الجزمة الصبح. يعني هيجهز الجلد كده يقطعه على شكل بقى الجزمة. وهيبقى إيه يقفلها بقى الصبح. The shoemaker cut out the leather and went to bed. راجل ايه قطع الجلد بقى وقاسه مقاسات الجزمه اللي هو يعملها ودخل ينام. The following morning تاني يوم الصبح the shoemaker couldn't believe his eyes ما كانش قادر يصدق عينيه. شاف حاجه غريبه جدا. he called to his wife to come quickly to the workshop نادى على مراته عشان تيجي بسرعه الورشه. look at these shoes said the shoemaker. فالشوميكر أو صنع الأحذية بيقول لها بص كده الجزمة دي. there on his table لقى على الترابيزة بتاعته was an amazing pair of shoes. بس يا كابتن was amazing pair of shoes يعني كان فيه جزمة جميلة جدا. they are beautiful شكلها جميل جدا. did you make them هو أنت اللي عملتهم. his wife looked surprised فمراته كانت مستغربة جدا. No my dear لا يا حبيبتي مش انا اللي عملتهم. I didn't make them مش انا اللي عملتهم. then هما بيكلموا a man walked into the shop دخل راجل المحل. I have never seen such amazing shoes he said فالراجل شاف الجزمة عجبته قوي. قال له انا عمري في حياتي ما شفت جزمة في الجمال ده. can I try them ممكن اجربها. he tried on the shoes خلي بالك try الاولانية اجرب try on بقى يعني قيس. he tried on the shoes قاس الجزمة قال له they are perfect مقاسي بالظبط. he said and paid the shoemaker فقال له الكلمتين دول ودفع له ثمنها وخدها. مراته قالت له ايه quickly بسرعة يا عم الحاج قبل ما الفلوس تصرف. said the shoemaker's wife go and buy some more leather اجري بسرعة اشتري جلد تاني قبل ما الفلوس تصرف. طبعا احنا عارفين ان هم فقراء يعني اول ما يصدقوا ان الفلوس تيجي هيصرفوها وما عادش فيه جلد. اللي هو الجلد اللي كان موجود كان اخر جلد عنده اللي عمل بيه اخر زوج احذية فلو صرف الفلوس دي خلاص كده مفيش. فقالت له لا قبل فلوس الصرف بقى اجري بسرعة هات لنا جلد تاني. The shoemaker went to buy some more leather فالراجل راح يشتري جلد وجه. When he arrived home أول ما وصل البيت the shoemaker's wife had made him a delicious meal مراته كانت عاملة له بقى غدوة ما حصلتش.
قال لها I will just cut out the leather and then come and eat. قال لها بص انا هقطع الجلد واجي اتغدى. The shoemaker cut out the leather for two pairs of shoes and left the workshop for the night. قطع الجلد يعمل بقى جزمتين. Two pairs يعني جزمتين يعني اربع فرد. قطع جلد يعمل جزمتين ودخل عشان يتغدى وساب الورشه طول الليل. هنقول بقى ان هو ايه نام وبتاع، مع انه كان بيستهبل يعني، وقال لك ايه انا هشوف بقى اسيبهم عشان اللي عمل امبارح يعمل تاني وخلاص. المهم the following morning تاني يوم الصبح the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pairs of shoes in the workshop. تاني يوم بيفتحوا الورشه الصبح، طبعا مراته قالت له لا رجع لرجلك اما اتفرج. فتحوا الورشه لقوا جزمتين جداد جمال جدا. We must find out who's making these shoes. لازم نعرف، مراته قالت له بقى لازم نعرف مين اللي بيعمل الجزم دي. Let's hide tonight and see who's helping us. تعال نستخبى النهارده بالليل ونشوف مين اللي بيساعدنا. نصحى قوم مراته دي. المهم that night يومها بالليل بقى the shoemaker cut out the leather and then hid. قطع الجلد ودخل استخبى. They were very surprised to see two little elves. كانوا مستغربين جدا لما لقوا قزمين صغيرين او عفريتين صغيرين كده. The elves started to make the shoes. دخلوا قعدوا بدأوا يصنعوا الجزم. Soon وبسرعة بعدها بشوية صغيرين they had made two more pairs of beautiful shoes. كانوا عملوا جزمتين جداد جمال جدا. We must thank the elves, said the shoemaker's wife. فمرته قالت له احنا لازم، بسم الله ما شاء الله مراته متكلمة يعني، هي اللي بتتكلم طول القصة. فقالت له احنا لازم نشكر الالفز دول. Let's make them new clothes. تعال نعمل لهم هدوم جديدة. خلي بالك دي ما اسمهاش clothes، clothes. The next night تاني يوم بالليل the elves found their new clothes. بيبصوا لقوا الهدوم الجديدة. They were so happy that they danced around the workshop before sitting down to make more shoes. فرحوا بيها جدا ولبسوا الهدوم الجديدة وقعدوا يرقصوا ويغنوا ويتنططوا في الورشة شوية كده، وبعد كده ايه قعدوا وبدأوا يصنعوا في الجزم برضو. Soon بعدها بشوية people came from all over the land to buy the shoemaker's shoes. طبعا بدأت الناس تشتري من عنده، فبدأت الناس التانية تشوف ناس لابسة الجزم، جايبين الجزم الحلوة دي منين؟ من عند الراجل الفلاني. فبدأ يجيله ناس كتير من كل حتة في البلد بقى عشان يشتروا من عنده. He and his wife weren't ever poor again. وهو ومراته ما عادوش فقرا تاني خالص. And they lived happily ever after. وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. طيب بقول لك بقى يا سيدي هنا ايه هي الصفه؟ انت نمتوا من الحدوته دي انا عارف، حكيتها لابني اول امبارح بسم الله ما شاء الله راح في النوم على طول. بقول لك يا سيدي الصفه هي كلمه بستخدمها عشان اوصف بيها اسم. اسم مش لازم يكون اسم حد، ممكن يكون انسان، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون جماد، ممكن يكون نبات، ممكن يكون اي حاجه. تمام؟ المهم ان هي بتوصف اسم، بتيجي يا اما بعد فيرب تو بي يا اما قبل الاسم. خلي بالك الصفه في الانجليزي قبل الاسم، يعني اقول لك مثلا بنت جميله، في العربي قلت بنت وبعدين جميله، في الانجليش بقى اقول بيوتيفول جيرل، ولد طويل اقول تول وبعدين بوي. الصفه في الانجليزي بتيجي قبل الاسم او بعد فيرب تو بي. يعني اقول لك مثلا هي از كليفر فجت بعد فيرب تو بي، او هي از ا كليفر بوي، ده الصفه. طيب هنا جايب لك يا سيدي بيقول لك once upon a time a kind and a shoemaker. طبعا قلنا kind and honest shoemaker lived in town with his wife. They were very poor but they were happy. The shoemaker worked طبعا worked hard but he had no money. One night the shoemaker was in his طبعا workshop. Oh dear, I have only got enough leather for one more A of shoes, طبعا A pair of shoes, the number four, a pair of shoes. طيب الترتيب بيقول لك the wife، الجملة طبعا احنا قلنا اي جملة بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول به. The wife made a delicious meal. طيب who طبعا who made the shoes every night. مين اللي كان بيعمل الجزم كل ليلة؟ The elves الفعل اهوت، يجي بعده فعل danced، يبقى around the workshop. The shoemaker طبعا ايه؟ هذا الفاعل بيجي بعده فعل، يبقى makes amazing shoes. The shoemaker worked hard but ولكن he had لا دي number one he had no money.
We use leather طبعا to make shoes and bags عشان نعمل بيه الشوز والباكس. طبعا علامات التقييم أول حرف طبعا لازم يكون capital and his wife are thankful، مفيش أي حاجة تانية، وطبعا دي جملة عادية فحط full stop في الآخر وبس كده. طيب ندخل بقى على part 2 في unit 4. هناخد في unit كلها عشان ايه، مفيش حد، في ناس بقى يجي مثلا خلصنا بارت 1 وعملنا بارت 2 لوحده، فناس يجوا يدوروا يلاقوا بارت 1 يجي يدور على بارت 2 ما يلاقوهوش، ف يعني كده احسن عشان ايه يبقى الدرس على بعضه. طيب عندك يا سيدي الافعال دي كلها افعال منتظمه، بس بيعرفك بقى الدرس ده كله بيتكلم عن نطق الاي دي اللي بتيجي في اخر الكلمه. فقال لك لو الكلمه الرمز ده الرمز الصوتي بتاع صوت الش الاس اتش، وده الرمز الصوتي بتاع صوت التش اللي هو سي اتش. فبمنتهى البساطه لو قبل الاي دي دي جاي قبلها بي او كي او اس اتش او اف او اس او سي اتش، بي كي اف اس اس اتش سي اتش، اي حرف من دول قبل الاي دي بتنطق ايه؟ ت ت تي. لو جاي قبلها تي او دي بتتنطق اد، زي مثلا ايه؟ نيد نيد ديد وانت وانتد، اقول ايه؟ اد. اي حاجه تانية بتنطق دي عاديه بقى. فعندك تشوب قبلها في الماضي البي قبلها الاي دي قصدي قبلها بي، فقول ايه؟ تشوب chopped. work worked worked worked. walk walked 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 بنطقة تي walked. ask asked asked asked، وفي ناس بتستريح تقول لك ايه asked على طول، asked asked asked. laugh قبلها هو مش حرف من دول، بس الجي اتش هنا اتنطقت فيه ف فصوت الاف، فقول ايه؟ laughed laughed. فيكس برضو الاكس مش موجودة هنا، بس الصوت اللي طلع اخير ايه؟ س. فيكس، فالس ده اللي هو صوت الاس، فهو دول ايه؟ فيكست 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 فيكست. دريس دريست دريست دريست، او ممكن اقول ايه؟ ج ج دريست دريست. واش قبلها اس اتش ايه؟ يبقى ايه؟ واشت واشت. واتش واتشت واتشت. تيست لا قبلها تي، اخر صوت سمعته الاي هي اخرها اي بس الاي ما اتنطقتش، فاخر صوت سمعته تي، قلت لك لو جاب لها تي او دي بنطقها اد بقى، فقلت تيست تد. ويت ويتد. بينت بينتد. كاونت كاونتد قبلها تي. انفايت انفايتد، بس طبعا اخرها اي حط لها دي بس. كول تبقى ايه؟ كول دي بس. كلايم كلايم، خلي بالك الام بعدها بي ما منطقش البي، فكلايم الماضي بتاعي كلايم د كلايم د كلايم د. كلين كلين د كلين د. عندك الاي دي دي زياده شيلها، يبقى بلاي الماضي بتاع بلاي د بلايد بلايد. انجوي انجويد انجويد، ما حدش يقول لي برضه انجويد، لا انجويد انجويد انجوي د انجوي د. شو شود شود مش شود. ديليفر ديليفر د مش delivered delivered delivered. carry carried carried carried، طبعا الواي قبلها حرف ساكن بشيل واي احط مكانها اي اي دي. live lived برضه من طيب اي احط لها دي بس بقى live lived. want لا قبلها تي بقى يقول ايه؟ wanted. need needed. tidy tidied. study studied. بس جايب لك بقى بعد كده بقول لك بقى اكتب لي مين اللي اتنطق دي ومين اللي اتنطق تي ومين اللي بتنطق اد. طبعا ديت هتبقى مع تي وديت هتبقى مع تي عشان اخرها اس اتش، ودي اخرها كي، وديت اخرها ستادد لا دي اخرها واي، هتبقى برضو مع دي عادي خالص. ونيدد هتبقى مع الاد، فاقول دي نيدد وبس مفيش الا هي. وديت وركت هتبقى هنا، ووشت هنا، وست وركت. ستادد هتبقى مع دي، نيدد كتبناها، ليفد برضو مع دي، ليفد وكلين ده هم كاتبينها اصلا هنا. فبقول لك هنا read and circle the odd one out او the odd sound out، طلع الصوت المختلف. طبعا asked قبلها k فهتنطق t، played هتنطق دي عادي، delivered هتنطق دي عادي، يبقى دي المختلفه. cleaned climbed helped 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 دي قبلها p فهتنطق t، امال اللي تنطق دي ودي هتنطق دي، يبقى دي المختلفه. p
painted washed wanted. دي تنطق اد ودي تنطق اد، دي تنطق ايه تي، washed washed عشان قبلها اس اتش. climbed تنطق الدي عادي، needed called تنطق الدي برضو عادي، ومالا دي نطقت ايه اد، needed. يبقى دي اللي مختلفة. طب هنا عايزك تكتب برضو الكلمات اللي هتنطق تي. tested تنطق اد، اكتبها هنا tested. played دي عادي خالص، played. invited هتنطق كتب مع الاد، invited. enjoyed برضو تنطق دي عادي، enjoyed. dressed قبلها اس تنطق تي، فدي هتبقى dressed. walked قبلها كي هتنطق تي برضو، او ليه walked. cleaned هتنطق دي عادي خالص، cleaned. ودي fixed قلنا قبلها صوت الس هيبقى تنطق ايه تي، فور ايه فيكست. ودي ويتد قبلها تي هتنطق اد، فهتبقى مع اد هنا كده. لا مش دي، ويتد. الناس اللي متابعاني من زمان عارفه انا ما بعرفش اكتب كده، انا بكتب بالجنب عشان كده تلاقي خط وحش يعني، بس انا خط مش انا خط وحش بس مش قوي كده يعني. طيب بارت 3 في ليسون 4 زي ما قلنا هناخد الدرس كله عشان ما حدش يقعد يدور بقى ايه بقيه الدرس فين يا جماعه والكلام من ده، لا هو الدرس على بعضه حته واحده. طيب بقول لك بقى يا سيدي المالتيبليكيشن او عمليه الضرب. اول حاجه يوم رياضي سبورتس داي، سبورتس داي. صندوق بوكس، بوكس بوكس بوكس. يطلب اوردر، اوردر اوردر. يضرب مالتيبلاي، مالتيبلاي مالتيبلاي. فقال لك مالتيبلاي او مالتي ديجيت نمبرز اللي هو ضرب الاعداد اكتر من رقم، يعني 10 باي 10 ايكوال 100، 50 باي 50 ايكوال 2500، 30 باي 20 ايكوال 600، 38 باي 24 ايكوال 912. هقول لك ان هيز فيلد ماجد بلانتد 29 سيدز ان ايتش رو، يعني ماجد زرع 29 بذره في كل صف. طيب he has got 32 rows وعنده 32 صف. How many seeds did Maggie plant؟ عايزين نعرف بقى ماجد زرع كام؟ هضرب عدد البذور في عدد الصفوف. هو زرع 29 بذرة في كل صف، عنده 32 صف، يبقى هضرب ده في ده هيطلع لي البذور كلها كام. طيب هنا بقول لك اضرب 10 by 30 10 في 3 في 30 ب 300 تقريبا يعني 24 في 56. لا عملية الضرب دي اعملوها انتوا عشان انا ماليش في الحساب اصلا، ماشي. طيب نيجي بس على المسائل الحسابية دي، اقول لك تعمل فيها ايه. بقول لك اسماء sells 65 chocolate cakes every day، اسماء بتبيع كل يوم 65 كيكة شوكولاتة كل يوم. How many chocolate cakes will she sell in 20 days؟ هتبيع كام كيكة شوكولاتة في 20 يوم؟ يبقى هضرب عدد الكيكس اللي هي بتبيعها في اليوم في عدد الأيام اللي هو 20 يوم، واضرب بقى يا معلم وشوف النتيجة كام. There are 45 bags filled with coins، عندنا 45 كيس مليانين عملات معدنية. There are 51 coins in each bag، كل كيس من دول فيه 51 عملة. عايز أعرف how many، how many معناها كم عدد، وبيجي بعدها دايما اسم جمع. How many coins are there in all bags؟ عايز أعرف بقى في كم عملة في كل الأكياس. هضرب عدد الأكياس في عدد العملات اللي هي 51، يبقى 45 باي 51، وشوف النتيجة هيطلع كام برضو. بس كده يكون خلص الدرس الرابع، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله بكره ان شاء الله بكتير هيكون نازل الدرس الخامس، واستنوني عشان اعمل لكم مراجعه قبل الامتحان بتاع اخر الشهر. ولو حد مش محتاج، لو حد محتاج اي حاجه يكتبها لي في الكومنتس او ابعتها لي على الواتساب، هتلاقوا رقم موجود على غلاف القناه. واستنوني عشان ان شاء الله نخلص المنهج الدرس اللي فاضل في الوحده وننزل بالمراجعه على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.